السلام عليكم، ايه الاخبار؟ انا معكم حازم صالح، والنهاردة في فيديو جديد هنتعلم ازاي نعمل التصميم ده. درسنا النهاردة هنتعلم فيه قائمة الديستورت اند ترانسفورم. هنتعلم فيها ازاي نعمل فري ديستورت، هنتعلم ازاي نعمل بلوت اند بلوكر، هنتعلم فيها نعمل ترانسفورم، هنتعلم فيها الرافن، هنتعلم الزجزاج، وهنتعلم التويكل، وهنتعلم كل الخصائص اللي موجودة فيه بطريقة سهلة وبسيطة مع التجربة العملية. يلا بينا نشوف ازاي هنقدر نعمله النهاردة. هنبدأ نفتح الإليستريتور وهنعمل مثلا دايرة بالشكل ده، ولكن خليها ستروك بس، دخلنا الستروك شوية بالشكل ده. هندخل على الإفكتس وبعدين هندخل على ديستورت اند ترانسفورم. أول حاجة اللي هو الفري ديستورت. الفري ديستورت لما بتدوس عليه لازم تبقى عامل طبعا سيلكت على الشيب بتاعك. هو بيظهر لك الشيب بتاعك هنا وفي أربع كورنرز، تمام؟ تقدر من خلاله انك تشكل الشيب ده زي ما انت عايز. ازاي؟ هاجي عند الكورنر ده مثلا وهعمل كده، وهنا هعمل كده مثلا، وهنا هعمل كده كده. بالشكل ده، تمام؟ مجرد ما تقول اوكي هتبص تلاقي الشكل بتاعك بقى بالطريقة دي، تمام؟ طيب دلوقتي انا عايز مثلا، هو لحد دلوقتي لسه زي ما هو، ما تغيرش فيه، هو لسه ستروك زي ما هو، ما كونش لسه، ما بقاش شيب. عشان تعمله شيب، عشان تشتغل عليه، لازم تدوس من اوبجكت وتدوس اكسباند ابيرنس او اكسباند، اللي تظهر لك فيهم هتدوسها طبعا، تمام؟ ولكن بص، لو بصيت هنا في قائمه الابيرنس زي ما احنا عارفين، زي ما شفناها قبل كده، هتلاقي هنا الفري ديستورت. لو دوست عليه دبل كليك تاني ترجع انك تغير فيه مرة تانية زي ما انت عايز. ده كأنه زي ما اتفقنا قبل كده ان الابيرنس ده عامل زي السمارت اوبجكت كده في الفوتوشوب. فمجرد ما تكونه زي ما انت عايز كده، خلاص انت عجبك الشكل كده، خلاص مفيش مشكلة، ده الشكل بتاعك. هتقدر انك انت تعدل فيه زي ما انت عايز، مثلا تدخل على الستروك تغير مثلا في الداش لاين، تخليه داش لاين بالشكل ده، تقلل مثلا الداش لاين كده، تمام؟ تقليل، ممكن تقلل كمان الستروك شوية، وممكن تختاره كشيب مثلا تلونه خليه مثلا اصفر كده، تمام؟ وتختاره مثلا كشيب ان انت تحطه في تصميم سوشيال ميديا مثلا كأوف او كأوفر، يعني ممكن تكتب 50% أوفر عربي. خلينا نغير 50% والفونت يعني اللي فيه المشكلة، مش اهو 50% اوف، تمام؟ وتيجي هنا كده وتيجي تكبره بالشكل ده وتستخدمها كابستراكت ليك في اي تصميم انت عايزه، مثلا سوشيال ميديا او اي حاجة زي كده، تمام؟ ده كده كان حاجة، خليها هنا. ونجيب دايرة تانية برضه نخليها ستروك، ونرجع تاني للإفكت ديستورت اند ترانسفورم والباكر اند بلوت. دايما خلي البريفيو موجود بحيث انك تبقى شايف ده بيعمل ايه، او ايه الخطوات اللي انت شغال بيها. لو حركت ناحية البلوت ابص تلاقيه حرك لك الايدجز او الايدجت، الحروف بتاعت الشيب بتاعك لفوق، او رفعها لفوق بالشكل ده. طب لو حركته يمين هتلاقيه بدأ يضمها لك لتحت او لجوه، وده من خلاله تقدر انك تستخدم بيه مثلا الشيب بتاعك ده او الشكل بتاعك ده كباترن مثلا، تقدر انك تكون بيه باترن. يعني مثلا لو حبيت انك تدوس، او الشكل ده عجبك اوكي تدوس عليه كده، ممكن تعمله كنترول سي كنترول اف وتلفه بالشكل ده مثلا، ويكون معاك شيب او باترن زي ما انت شايفه كده، تمام؟ ممكن تيجي هنا كده وتاخد منه نسخة، وتيجي توقف عليه هنا تاني، وترجع تاني لو انت عايز طبعا انك تغير فيه
بالشكل ده كده وتبدأ تغير زي ما انت عايز. والحاجات دي طبعا بتنفعنا احنا في رسم الزخارف والحاجات اللي زي دي. يعني شيب زي اللي قدامك ده تقدر تستخدمه في باترن مزخرف او انك تستخدمه في اي حاجة بتصممها تكون مزخرفة بالشكل ده. يعني مجرد ما تدوس على الشكل ده كده وتقول اوكي تمام، ده شكل قدامك جميل جدا اهو. لو عملت له expand appearance وجيت مثلا بالشيب بيلدر تول عملت كله تداخل في بعضه عشان يبقى شيب واحد بالشكل ده كده، هتبص تلاقيه بقى شيب قدامك اهو. تقدر انك انت تعمل منه كوبي بيست مثلا صغر، وتقدر انك انت تشتغل بيه زي ما انت عايز. طيب ايه كمان في تاني؟ في الرافن. طيب خلينا الاول نمسح ده ونعمل واحدة جديدة وندوس من effect distort and transform وبعدين roughen. roughen وده شغال معاك على الايدجز، تقدر انك انت في عندك السايز ده الحجم وفي relative وفي الابسولوت والديتيل بتاعك والبوينتس اللي هي السموث او الكورنر. طيب ايه لازمة الموضوع ده؟ هقولك انت مجرد ما بتبص على الشكل وتعمل preview، مجرد ما تدوس السايز ده بيكبر لك الحجم بتاع الشكل بتاعك. الريلاتيف والابسولوت دول حاجتين مختلفين زي ما انت شايف، زي بالظبط التداخل اللي احنا شفناه، في حاجات بتعمل الايدجز لفوق وفي حاجات بتعملها لجوه. ده نفس الموضوع، الريلاتيف والابسولوت نفس الموضوع كده بالظبط تمام. يعني وكمان بتدوس على الديتيل عشان يديك ديتيلز اكبر او يديك حاجات زي كده اكبر. وفي البوينتس تقدر تختار الايدجز بتاعتك دي سموث او اللي هي ناعمه او كورنر اللي هي حاده. يعني لو بصيت هنا في الكورنر هنا ده لو دوست على سموث هتلاقيه ناعم كده، ولو دوست على كورنر هتلاقيه بقى حاد. تتجرب كمان في ايه؟ لو انت معاك نجمه مثلا، نجمه زي دي اهي، لو رجعنا من هنا لهنا لروفن اهي زي ما انت شايف كده. بص بقى طول ما انت بتظبط السايز بتاعك خليه صغير مثلا، ودي الديتيل طول ما انت بتزود في الديتيل هتلاقيها معاك بالشكل ده. لو عملناها كلها كده هتبص اهي ده الشكل بتاعك اهوت، و طبق عليه بالشكل ده كده. كل طبعا ما بتزود بتلاقي الشكل معاك بيتغير من الريليتيف للابسولوت كمان، والديتيل برضو نفس الموضوع، السموث او الكورنر بتاعك بالشكل ده كده. ودي طبعا بيستخدموها في رسم الورد عموما في بعض الحاجات. انا عندي درس هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه تحت عن قائمه القائمه دي بالذات بتاعه الديستورت اند ترانسفورم، هتلاقوا في ازاي ترسم الورد بيها، هسيب لكم لينك فيه تحت ان شاء الله تقدروا انكم تبصوا عليه وتشوفوا. بعد كده في الترانسفورم، ترانسفورم الاول حاجه هتلاقيها في السكيل. السكيل ده طبعا احنا عارفين من اسمه، وده بيكبر او بيصغر الحجم، بمعنى لو انت عملت كده هيكبر لك الحجم اكتر من الحجم الطبيعي، وطبعا هيبقى بيمطه لان هورزونتال تمام. انما لو فيركل نفس الموضوع ولكن بيشد لفوق لتحت تمام كده. فانت تبقى عارف على الاقل انت بتعمل ايه في ده، لان ده سكيل اللي هو بيكبر ويصغر. هنا الموف برضو بيحرك يمين وشمال وفوق ولتحت تمام. دي الانجل بتاعت الروتيت، ده لو انت عايز مثلا تعمل روتيت لي او تلفه يعني. وهنا في الاوبشنز دي بيعرفك الاتجاه بتاع الروتيت بتاعك مثلا، او بتاع الانجل، او بتاع الموف عموما يعني، اللي هو ده بيخص الموف اللي هما التلاتة دول، وده بيخص السكيل. يعني لو بصيت الترانسفورم اوبجكت لو شلتها بيرجعه للاصل مثلا كده، وده للباترن وده للستروك عموما زي ما انت شايف كده بالشكل ده. هنا عدد الكوبيز بتاعتك، تقدر تكتب اي عدد كوبيز
علشان تلاقيها كررت معاك بالشكل ده. طب ازاي نقدر نعمل عليه او ان احنا نشتغل عليه؟ مثلا لو قلنا ان احنا في السكيل هنصغره ل 95 في الفيرتيكال والهوريزونتال، تمام، وجيت هنا خليت دي 0 وخليت هنا دي مثلا 30 وشلت العلامات دي، هبص الاقي زي ما انت شايف كده، بص عمل الشكل ازاي. ممكن تقلل كمان 15 مثلا، تبص تلاقيه بقى معاك بالشكل ده. لا زود مثلا 30، وممكن تشيل علامة الباترن دي بالشكل ده. تقدر كمان انك انت تلفهم، مثلا اختار الزاوية اللي انت عايزها، بص تلاقيه عمال بيلفها ازاي، لدرجة ان هو ممكن يرسم لك شكل زي ما انت شايف كده بالطريقة دي. تقول له اوكي مثلا، وممكن تعمل له مثلا من اوبجكت سبانت ابيرنس وتختار له مثلا لون او جريديانت اللي انت عايزه، تقدر انك انت تعمله له مثلا فين الجريديانت، اهي جريديانت، تقدر تعمل له جريديانت وتعملها له ان هي تكون ستروك بس، وتختار بقى ايه الجريديانت اللي انت عايزها مثلا دي بالشكل ده، او تختار مثلا اي من انت عايزهم ما فيهاش مشكلة. بعد كده نختار مرة تانية اي ستار برضو كده، ونرجع تاني لبعد كده التويكر. التويك ده ودي حاجة بتظبط بيها الايدج زي ما انت شايف كده، بتحركها برضو يمين وشمال وفوق ولتحت، فيها برضو الابسولوت والريتيف، وهنا عايز تعمل موديفاي للانكر بوينت ولا هتعملها الكنترول اللي هو الشكل الكنترول بتاع الان الداخلي او الخارجي. يعني مثلا الان ده بيبقى من النص كده من هنا، او الخارجي بيبقى من الشكل الخارجي نفسه، او بتعملهم على الكل وهو بيبدأ يظبطها لك هنا بالشكل ده كده. كمان ايه تاني ناقص في التويست؟ والتويست ده بيظبط لك الانجل، بيلفها لك بالطريقه دي. بص كده مجرد انت ما بتدوس عليه تعمل بريفيو وغير الانجل دي زي ما انت عايز بالشكل ده، تلاقيها عماله بتلف معاك. بص دي التويكل. بعد كده فاضل الزجزاج. الزجزاج ده زي ما انت شايفه بيعمل لك زجزاج للشكل بتاعك بالشكل ده كده اهوت، برضو نفس الموضوع بتاع الرافن، برضو هنا نفس الموضوع بالظبط زي ما انت شايفه كده، بتزود وتنقصه زي ما انت عايز بالشكل ده كده. طبعا تقدر انك انت تعمله، خلي لونه مثلا اسود، مثلا خلي لون واحد عشان يبقى واضح اكتر بالشكل ده. دي كانت قائمة الترانسفورم عموما، وان شاء الله نقدر ان احنا نطبق لكم عليها دروس بعد كده. في عندي في القناة دروس كتير جدا للإلستريتور متطبق عليها كل الحاجات دي، لو انت عايز تبص عليها في قوائم البلاي ليست او القوائم التشغيل هتلاقي في قائمة خاصة بالإلستريتور، هتلاقي فيها دروس كتير جدا بجميع الاشكال. واتمنى ان الدرس النهارده يكون عجبكم، انكم تكونوا استفدتوا حاجه جديده. لايك وشير للحلقه لو عجبتكم، واشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات. كان معكم حازم صالح، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.